السلام عليكم، رانا في كيطاني. هاكم تشوفوا الواجهه البحريه اليوم راهي معمره سخانه بزاف في رمضان مع صيام. حبينا نشوفوا الناس هذو علاش راهم يعوموا، اسكم خايفين كورونا؟ هايو معنا. غير الحال ما شاء الله، حبوا الدراري يعوموا شويه. كل حال هذه اول مره ما شاء الله حلات لهم، وما هي كما قالوا يتهناو الدار، يتهناو من الدراري هم يعوموا ويديفولي والسخانه ما شاء الله. كاين غاشي ما نجيش بس كل المرض راهو يتسبب كما قال، وعلى بالي المرض ما يمشيش في السخانه. ما استناوش بزاف، استنينا بزاف ما قدرناش. ما كاش تقلقنا فوق اللازم، والله غير تقلقنا فوق اللازم. علاش حبط اليوم؟ هبطنا جوية 11. وما زلنا حنروحوا الليد. هاد السخانه حتى الصيف الجاي يا خوانا نعوموا، ما قدرناش نصبروا بلا قرايه ما قدرناش. والله غير خرج الدراري كرهوا لي في الدار، يا ولا جيهم شويه هكذايا مع شويه تعرف يعوموا شويه ونعاودوا نطلعوه. انا قال لك الماء تاع البحر مليح ليه بزاف يا. وانا ما يا سير راني شل غاشي راني رايح. سخانه اليوم لا تحس بالسخانه ما تقدرش تقعد في الدار. حنا قال لك يا اخي حنا صغار قال لك ما يحكمناش. مليح البحر هذا الماء الملح.